السلام عليكم. الو، ما بقولش كلمة عزب السلام إلا بقول عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل كيف معايا. حالكم؟ تفضل. وياك محمد من العراق. محمد من العراق، تفضل يا أستاذ محمد. عندي كم سؤال لك. عادي عادي، تحت أمرك. أنس بن مالك تعرفه؟ مين؟ أنس بن مالك. يعني تفضل. مو صحابه عندكم من على زمن الرسول، صح لو مو صح؟ تفضل سؤالك. يقول ما بقي شيء من الرسول الا الصلاه وضيعناها. هذا بالبخاري. ممتاز. ممكن تقرا لي الحديث؟ اسمعني بس بس لحالك. ممكن تقرا لي الحديث يا استاذي؟ ممكن تقرا لي الحديث؟ الحديث يقول انا انس بن مالك. تريد تبحث؟ انا موجود بالبخاري، انا ما تحضر نص. اقرا كامل بس خلاص لحالك. بالبخاري ما بقى شيء من الرسول الا الصلاه وضيعناه. هو بس ده كده؟ ده كده الحديث في البخاري؟ بالبخاري موجود. طيب سؤالك الثاني، سؤالك الثاني، سؤالك الثاني يا استاذ الفاضل. ما اسمعك. سؤالك الثاني. يقول ما بقي شيء من الرسول الا الصلاه وضيعناه. طيب سؤالك الثاني، سؤالك الثاني. السؤال الثاني. عمر مو شجاع؟ نعم. الطين مرتد، قاتل مرتد واحد. قتل خاله العاص. قاتل يهوه؟ خاله قتل خاله. جيب المصدر و مش معايا المصدر حاليا، بس ممكن تبحث هتلاقي انه قتل خاله. سؤالك الثالث. تضحك علي يا مصدر، تضحك علي قتل خالد. هضحك عليك ليه يعني؟ انا بس مباشر، لو ضحكت عليك وبطلع عليا في الحلقه بتاعت بكره اقول انت كذاب. هسه اذا انت سبح هسه طلعه و... سؤالك استاذنا الفاضل. التوحيد. سؤالك الثالث. ان الله ليس مثله شيء بالقران. ده فين الايه دي؟ موجوده هاي بالقران. ان الله ليس مثله عليها وطلعها. ان الله ليس مثله شيء، فموجوده كده في القران؟ ولا ليس كمثله شيء؟ موجوده بالقران. ليس كمثله شيء. عليه وطك يا اسطى. تفضل. ماشي مثل شيء زين. شلون راكب مطل؟ الله راكب مطل في السماء جالس على عرشه. راكب ايه؟ جالس على عرشه الله. راكب ايه؟ راكب مطل عندكم. لما تقول لي عندنا اين الله راكب مطل؟ حمار، يعني. راكب حمار. اين عندنا هذا؟ وصححها ابن تيميه هذا الحديث. اقسم بالله انك كذاب. لا موجود عندكم وصححها. اقسم بالله انك كذاب. يلا هات لي الحديث وابن تيميه صححه. انا اجيب لك الحديث. تفضل. ضل وياي؟ معاك انا. ضل وياي. ضل وياي، هسه راح اجيب لك اياه. تفضل. من البخاري ومصححه ابن تيميه. من البخاري كمان؟ لا مو البخاري بس عاد الصحاح. طب اتفضل. صححه ابن تيميه. تفضل. ادي المستويات اللي انتوا بتقولوا لي ايه؟ طول بالك عليها. هسه ضل وياي، ضل وياي. منتظر. هنروح فين يعني؟ وين وياي؟ تفضل. صححها ابن تيميه، ابن تيميه مصححها. تفضل يا عم هات لي ابن تيميه صححه. اين احنا قلت لك لا يعني. باب كنيه المشرك. صحيح البخاري. اقرا. حديث 6207. حدثنا أبو اليمون، أخبرنا شعيب عن الزهري، حدثنا إسماعيل قال حدثنا أخي عن سلمان عن محمد ابن أبي عتيق عن أبي شهاب عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد أن رسول الله وياي. كمل وياي. معاك. تفضل وياي. أقول لك على الحديث وياي. يلا في صحيح البخاري احنا. تفضل. وياي. ابن تيمية مو شرط البخاري. هسه ابن تيمية غير عندكم شيخ السنة؟ لا إله إلا الله. أنت مش قلت بقرأ من البخاري؟ هات يا عم ابن تيمية تصحيح لروايات الله. وياي. إن الله سبحانه وتعالى يعني يركب مطين زي ما أنت قلت. أين قال ابن تيمية بحديث صحيح كده صحح رواية إن الله يركب مطين في السماء؟
ويا حسب تضر الراي معاك 5 دقائق من وقتي. هنستنى كتير عشان بس في ناس معانا على الاتصالات. هسه عفوا هذا السؤال، عفوا هذا السؤال. عفك طيب، السلام عليكم. خلاص عوف هذا السؤال. عوف هذا السؤال. أنس بن مالك في الحديث الذي يتحدث عنه كان أنس يتحدث عما كان يحدث في أوقات الدولة الأموية من تأخير الصلاة، والمقصود في هذا الشأن أن هناك من كان يؤخر الصلاة عن أوقاتها ويتكاسل عن الصلاة. ده في سؤالك الأول يا أستاذنا الفاضل، عشان كده قلت لك اقرأ الحديث، حضرتك ما قرأتش الحديث. ممتاز. لكن لو جينا ألزمناكم بهذا الحديث، وأين كان دور الأئمة إذا كانت الناس لا تعرف شيء إلا الصلاة؟ فأين كان دور الأئمة في هذا الزمن؟ فينقلب السحر على السحر. طبعا شجاعة عمر من قتله، وضحت لك من قتله. السؤال الثالث حضرتك قلت عوفه، ما عندكش حاجة عنه يعني.